بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، قامت محافظة الغابات لولاية قسنطينة بيوم تحسيسي يتمثل في أولا تقديم برنامج وتعريف على المناطق الرطبة التي تحتوي عليها ولاية قسنطينة. وبهذه المناسبة كذلك قمنا بغرس يعني حوالي 200 شجرة. غادي يعني نقوم بعملية تنظيف في المحيط جبل وحش، وهذا للتوعية مع التلاميذ المدارس الموجودة بجبل وحش. الثقافة البيئية أو الثقافة بصفة عامة يعني كاين نضج في مجال اللي هو مجال المساحات الخضراء، وشيء يبقى دائما عمل كبير تضاف له أجهود كل الفئات بما فيها الإدارة والمؤسسات وكل الفئات، المجتمع المدني والأسرة، وكل واحد يؤدي الوظيفة تاعه على أحسن ما يرى. Come on, come on, come on.